والآن راح أروح الفقرة اسمها لو أنت. لو أنت لو أنا. لو أنت وزير تربية شو تسوي؟ الله، أول شيء ماكو صف بي يبقى أكثر من 30 طالب. ها، وإذا جاء ابن عمك وقال لك يابا أنت بعد صرت وزير وذولي يعني طلاب وشغلنا وياك يعني؟ أستاذ حسان، يعني معناه هذا تدمر العراق. يعني أنت قرايب وصرت وزير معقولة ما تشوف داعين يمك؟ طبعاً هو هذه المحسوبية والأقارب، أنا أعتقد دم هاي مو مثالية بس حقيقة. زين، يعني الآن كأنما يمكن أنا قبل فترة يمكن دا أحكيها، قبل فترة صعدوا مهندسين اثنين وياي، كنت كان عندي تصوير بالبصرة وجيت. نعم. فدا يحكون معاناتهم كذا، فبالطريق قالوا لي انتبهوا، قال لا أستاذ ناخذ صور كذا ما أدري شنو. فقالوا أستاذ يعني آسفين لأنه إحنا شلنا معاناتنا. قلت لهم شو الموضوع؟ قالوا إحنا نشتغل بالطرق والجسور مهندسين. زين، المدير الدائرة مضمد، حلو، مسؤول على مهندسين طرق وجسور. فنقول له يا أبا هذا يجوز هذا الجسر كل ما يثلم يضربه سيسي. فيقول يا أبا يعني مو هذا مني داوم. قالهم أنا أضمت جراحكم. لا هو شو يقولهم مثلا؟ يقولهم يا أبا، قالوا الأستاذ مو هذا الشارع، وتعرف الشارع لازم يعرفون كيمياوية التربة وفيزياوية الأرض. قالهم يا أبا هو حبل دجروا من هناك وبلطوا يعني. أي أبا، فأعتقد هي هاي دمرت. هسا يعني أنت تتهزم من السؤال. أنا سعوفك. لا ما جيب قرايبي، ما جيب هسا ما جيب قرايبي. زين أنا صديقي. لا اعذرني بالفن أبو فرح. أنت أخليك مسؤول عن كل نشاط فني بالعراق. الله يسلمك. لأنه الحقيقة حب الناس إليك من خلال أدوارك، من خلال أعمالك. الله يسلمك. أنا أعتقد أنت جدير أن تكون مسؤول النشاط المدرسي. الله يسلمك. وهذه يعني الله يسلمك. هذه شهادة يعني أكيد. لا حقيقة هذه. بس حقيقة. أنت من صرت وزير تغيرت ملامحك. وتقول الكرسي ما يغير. يا بي والكرسي يغير يا عيني. زين، لو أنت وزير ثقافة. يعني شو راح تسوي؟ الحقيقة أول شيء أعيد بناء مسرح الرشيد المدمر. يعني هذا سنت. هاي النافذة المهمة. إيه. وثانيا يعني إحنا قاعدونا 4 سنوات بحجة هناك ماكو مادة، ماكو يعني ماكو. أنا أعتقد كذبة هي، يعني كذبة. بالوقت اللي يقولوا ماكو كان يعني رممت أكثر من مكان. أنا أشكرك. الله يخليك. ومشاهدين نروح فاصل قصير لفقرة سالوفة.